الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله مكملين معاكم في المالتيبل سيكونس الاينمنت أو توازي التتابعات المتعددة. في النهاردة هناخد أبليكيشن ونشوف البرامج المختلفة لتوازي التتابعات المتعددة والفرق بين الشكل بتاع الريزلت بتاع كل واحد وإزاي نوصل لكل واحد. دي مجموعة من التتابعات المتعددة زي ما احنا شايفين بيتشوك فاكتور واحد في الإنسان وفي التشيكن وفي الماوس وفي مجموعة من الكائنات مختلفة. احنا عايزين نقارن بين الترانسكريبشنال فاكتور ده في الكائنات المختلفة عن طريق المالتيبل سيكونس الاينمنت. فبالتالي كل محتاجين ان احنا ناخدها ونجرب في اكتر من برنامج. هنشوف كل برنامج بيطلع الريزلت في وقت قد ايه وبنقارن ما بين كل واحد والتاني. دي المجموعة زي ما قلنا شايفينها في الفاستا فورمات. طبعا احنا دلوقتي هنبدأ نتحرك، هناخد مثلا المجموعة دي كده كوبي وعشان نبدأ ان احنا نوديها للبرامج المختلفة. طب نشوف كده عندنا كام برنامج ممكن نستفيد منه او ممكن يكون بيعمل لنا مالتيبل سيكونس الاينمنت. اول برنامج هندرسه برنامج المصل. البرنامج ده من البرنامج القوية جدا وهو موجود على الاي بي اي. لما تخش في جوجل تكتب بس مصل الاينمنت تول، اول ما تكتب كده هيروح اول نتيجة هتطلع لك المصل مالتيبل سيكونس الاينمنت. مجرد ما بتدوس على كلمة مصل مالتيبل سيكونس الاينمنت هيوديك على طول على برنامج المصل. البرنامج المصل ايه مميزاته بالنسبة للبرامج الاخرى؟ هذا البرنامج بيقدر انه يتعامل مع عدد كبير من السيكونس، يعني لو عندك عدد كبير مثلا من السيكونسز بيقدر يعمل لها الاينمنت. لغاية لو عندك مثلا 500 سيكونس تقدر ان انت تعمل لها الاينمنت. وطبعا حتى لو كان عندك فايل يوصل لغاية 1 ميجا بايت، فطبعا لو طبعا الفايل يبقى في 1 ميجا بايت ده يعني في سيكونس كتير جدا، لان احنا بنتكلم على ملف فاستا فورمات مش بنتكلم على ملف مايكروسوفت وورد. فبالتالي لو انت حاطط الملف في التكست وصل لغاية 1 ميجا ده يبقى فيك حجم ضخم جدا من التتابعات. فمعنى انه بيقدر يعمل ل 500 سيكونس، يبقى ده يقدر انه يعني تقارن بين 500 اورثولوج مختلف مثلا وتعمل الاينمنت ما بين 500 اورثولوج مختلفين في هذا البرنامج. فدي قوته. طبعا الاكيورسي بتاعته بتيجي على حساب السرعه بتاعته وقدرته على تناول هذا الكم الضخم جدا. فعشان كده هو كويس كعدد كبير يعملها بسرعه، لكن لو انت عايز تعمل عندك عدد مش كبير 15 20 وعايز تقارن ما بينهم يبقى الافضل الاكيورسي تستخدم برامج زي كلاستر اوميجا والبرامج التانية اللي احنا هنتكلم عليها. لكن بشكل عام انا هنوريكم شكل النتيجه. بتحط كنترول في زي ما انت شايف كده، حطينا الخمس كائنات او الخمسه اورثولوج اللي احنا بنقارن ما بينهم، ثم بتنزل تحت هنا بيقول لك الاوت بوت فورمات. انت عايز الاوت بوت فورمات تبقى ايه؟ تبقى على يعني شكل الداتا اللي طالعه تبقى ايه من كاوت بوت، يعني في انهي شكل من الاشكال، بحيث لو حبيت تاخد الداتا دي وتوديها على برنامج اخر يستخدمها. يعني ممكن تاخد بالداتا اللي طالعه دي او الالاينمنت اللي طلع والملف ده وتروح تفتحه مثلا ببرنامج زي الجال فيو. فبالتالي لازم يكون النتيجه دي وانت بتطلعها في فورمات تقدر يتقبلها البرنامج التاني. المهم انت مجرد ما بتدوس تقول له مثلا عايز الشكل بتاع الكلاستر دبليو، ومجرد ما بتدوس هيروح يبدا يعمل الالاينمنت بتاعته، بيقول لك بليز ويت، ويبدا ان هو يعمل لك الالاينمنت ويظهر بالنسبه لك بهذا الشكل. طبعا لو تاخدوا بالكم من الشكل دوت المصل الموجود على الاي بي اي فهو واخد نفس فورمات البرامج التانية اللي على الاي بي اي، يعني هو من ضمن برامج الاي بي اي اللي هي الاوروبيان بيرفورماتيك انستيتيوت. فتلاقي الشكل اللي قدامك ده متكرر في البرامج التانية بتاعت الاي بي اي برضه. فعشان كده هنبص تلاقي الالاينمنت الاول، بعد كده الالاينمنت سامري اللي هو ريزلت سامري، بعد كده الفالينجيتك تري وبيعملها بطريقتين، سواء بيعملها عن طريق الكلادوجرام او الريل، وبعد كده عندك الريزلت فيور يعني زي ما انت شايف، بعد وهكذا. دي مثلا بيعملها كلادوجرام او بيعملها ريم، دي في الريال يعني الريال. طبعا هنا بيراعي في الريال دي بيراعي القرابات، في الكلادوجرام بيبين لك من غير مراعاه للمسافات التطوريه.
كلمة alignment هنا لو دوست عليها بترجع تاني للسيكونس. طبعا لو انت حبيت تبين الكالرز بتدوس كلمة show colors. show colors هيلون لك الريزلت بتاعتك زي ما انت شايف. الأحماض الأمينية اللي متشابهة بيديها نفس اللون، والأحماض الأمينية المختلفة بيديها ألوان مختلفة. فبين لك هنا الالاينمنت وبيظهر لك المناطق اللي فيها التتابعات بشكل كويس جدا. دي الريزلت بتاعت المصل. طبعا عمله في وقت بسرعة، ما خدش وقت كتير، وتقدر زي ما قلت لك تلون الصورة زي ما انت شايف. وزي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على النجمة والكولن والبيريود اللي هي النقطة والنقطتين والنجمة. الستار معناها انه زي ما تشوف الحتة دي كده، المنطقة دي كده بتشوف كلها فيها ستارز. اللي فيها ستارز دي معناها انها نفس الحمض الاميني موجود في كله. الكولم اللي هو الكولن اللي هي النقطتين، يعني هتلاقي الاحماض الامينيه كلها موجوده هنا، لكن في واحد مختلف. خلينا نعملها بالسبوت لايت ده الاحمر، يعني المنطقه دي والمنطقه المناطق اللي هي تحتها الستارز دي، الكولم العمود نفسه موجود ده البوزيشن، ده البوزيشن ده كله تم الحفاظ عليه تطوريا، فنلاقي فيها موجوده الستار. التو دوتس اللي هو بيسموها الكولن دي معناها ان البوزيشن ده موجود في كله كونزرفد، ما عدا ممكن يكون في واحد بس هو اللي مختلف. هنبص نلاقي حتى المختلف لو تاخدوا بالكم دايما بيبقى الارابيدوبسس هو اللي مختلف، لانه نبات والباقي كله من خلايا حيوانيه، يعني التشيكن والبيج والهيومن والماوس والرات كلها خلايا حيوانيه، فكلها فيها نفس المناطق اللي هي فيها الكولن دي. انما تلاقي دايما الاختلاف، يعني مثلا لو خدت الكولم اللي هنا كيو 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 هتلاقي فوق خالص اي، هنا الحبل الاميني اي، ده في الارابيدوبس، لان ده طبعا نبات فممكن يكون في اختلافات كتيره طبعا بينه وبين الحيوان. وطبعا لو انت شلت الارابيدوبسز من المقارنه هتلاقي الدنيا هتتظبط معاك اكتر. وده طبعا عايزين نتعلمه ان احنا في المالتيبل سيكونس الاينمنت دايما ابدا بعدد قليل بعد كده ابدا زود، او لو عايز تبدا بالعكس عدد كبير بعد كده تشيل حاجه حاجه عشان يظبط لك الدنيا، عشان مش يعني ايه مش تبوظ الالاينمنت بتاعك، تبقى فاهم انت بتعمل ايه بالظبط، عشان انت عايز توصل لحاجه معينه زي ما تشوف لك. ده البرنامج الاولاني اللي احنا خدناه اسمه المصل، ودوت قادر على انه يعمل لك المالتيبل سيكونس الاينمنت لغايه 500 واحد ممكن تشتغلهم مع بعض. البرنامج الثاني وهو اكثر البرامج شيوعا هو برنامج الكلاستر اوميجا. الكلاستر اوميجا من البرامج الاكثر شيوعا والناس كتيره بتستخدمها، وموجوده في يعني مواقع كتير بتستخدم الكلاستر اوميجا، وهو قوي جدا في المالتيبل سيكونس الاينمنت للبروتين، لكنه كمان بيتميز ان تقدر تعمل بيه دي ان ايه او بروتين او ار ان ايه. يعني تعال شوف معايا هنا هتلاقي يقول لك ايه بروتين او دي ان ايه او ار ان ايه. الاوبشن دي ما كانتش موجوده في بعض البرامج، انما هنا واضح تماما ان انت ممكن تعمل بيه الثلاث اختيارات بتاعتك سواء دي ان ايه او ار ان ايه او بروتين. هتحط برضو السيكونس اللي انت عايز تعمله المالتيبل سيكونس الاينمنت وتقول له تحت نفس، وهو واخد نفس الشكل زي ما انتم شايفين بتاع الاي بي اي، عشان كده هتلاقي حتى بنفس الالوان ونفس السيستم بتاع كل برامج الاي بي اي زي بعض نفس الشكل بالظبط، الاختلاف في الالجوريزم بتاعها مختلف. برضو طلع لي برضو الالاينمنت والسمري وعمل جايد تري والفايل جينيك تري والريزلت فيور وغيره. وبرضو حبيت ابين الكالر وادوس على كلمه شو كالر هيلون لي زي ما انا شايف. وبعدين انا شايف برضو النجمه موجوده، المناطق اللي فيها تشابه او تشابه في كل الكولم محطوط فيها استرس او نجمه، وفي البيريودز وفي الكولم، فشايفين اللي هو النقطتين والنقطه والنجمه موجوده عشان تبين لي الموجود تحتها نجمه. احنا عرفنا خلاص يبقى دي معناها ان هذا العمود كله متشابه، يعني البوزيشن ده كونزرفد. المناطق اللي فيها تو كولن معناها انه الكونزرفيشن فيه يعتبر اقل شويه، في تو خاصتين يا اما سيم سايز يا اما سيم هيدروباثي. يبقى سيم هيدروباثي او سيم سايز يعني الحمض الاميني اللي موجود في نفس الكولم حتى لو كان مختلف هو سيميلر بات نوت ايدنتيكال، يعني مشابه ولكن ليس مطابق. فعشان كده بلاقي انه الحمض الاميني اللي موجود المختلف متشابه سيميلر بات نوت ايدنتيكال، مش مطابق بالظبط
لكنه مشابه في الخواص بتاعته، وزي ما قلنا الخواص دي قد تكون الهيدروباثي اللي هو كراهيته للميه، وكمان سايز بتاعه حجم الحمض الاميني اللي موجود. وزي ما شايفين برضو الارابيدوبسيس هي اللي فيها الاختلافات، يعني الاتش شوك فاكتور واحد اللي جاي من الارابيدوبسيس هو اللي مختلف عن الباقي او فيه الاختلافات عن الباقي. دي اللي بيطلعها لك برضو، طلعنا كده زي ما احنا شايفين المالتيبل سيكونس الاينمنت، وبرضو تقدر تطلع التري زي ما بندوس على كلمه فايلوجيك تري، وتقدر تعمل داونلود للفايل دوت زي ما احنا شايفين. وبرضو طلعها كلادوجرام وطلعها ريل. الفرق بين الكلادوجرام والريل هو بيطلع بالطريقتين. طبعا احنا هنتكلم في الموديول بتاع المالتيبل في الموديول بتاع الفايلوجينيتكس هنتكلم على شجره القرابه وازاي ان احنا نحطها، ونتكلم على الفايلوجيني بشكل عام والنظام بتاعها ايه عشان نعرف نعلق عليها بشكل كويس. طيب البرنامج الثالث اللي احنا برضو خدناه تقدر تعمل بيه مالتيبل سيكونس الاينمنت بشكل كويس جدا، برنامج اسمه التي كافي. والتي كافي من البرامج القويه جدا، لما بتدوس عليه طبعا في حاجات كثيره جدا، في بيشتغل على مستوى البروتين وعلى مستوى الار ان ايه وعلى مستوى الدي ان ايه، فانت بتختار انت عايز تشتغل على ايه. هل انت محتاج تشتغل على البروتين او الدي ان ايه؟ وبتعرف جواه في كذا مديول، يعني مثلا في البروتين زي ما احنا اتكلمنا في التي كافي وفي بيشتغل في حاجات بيشتغل على الاستراكشر الاينمنت، حاجات بتعمل كومباينيشن للالاينمنت لو عملت اكتر من واحد، في البروتينات اللي خاصه بالترانس ممبرين ليها نظام مختلف وهكذا. يعني لو فتحت كده استراكشر الاينمنت اللي هو الالاينمنت اللي بيعتمد او بيحاول يظهر لك الاستراكشر اماكن اللي ممكن تطلع لك الاستراكشر بشكل معين، فانا لو حطيت كده وقلت له سبميت هو طبعا بيبقى اكثر بطءا من التانيين، ولكنه بيطلع النتيجه بشكل قوي جدا لانه بيحافظ على فكره الاستراكشر الامينو اسيدز دي متشابهه، وهتطلع استراكشر متشابهه ولا لا. فدي محطوطه في الالجوريزم بتاعته، فبيبقى دقته يعني كويسه جدا في الاظهار، قد يكون ابطا شويه من التانيين لكن النتائج بتاعته كويسه. ده التي كافي، وبرده هذا التي كافي برده موجود على الاي بي اي ومن البرامج القويه، لانه بيعمل زي ما قلت وشفنا بيعمل اكتر من حاجه، ممكن يشتغل على البروتين على كذا حاجه على كذا ليفل، بيشتغل على الدي ان ايه على كذا ليفل، ونفس الكلام في الار ان ايه بيشتغل على كذا ليفل. هو هياخد له وقت شويه لكن في النهايه هيعمل المالتيبل سيكونس الاينمنت زي ما هنشوف دلوقتي معانا. البرامج الثانيه عندنا برنامج طبعا برنامج اسمه الكوبالت، وده موجود في الان سي بي اي، وبرنامج تاني هنتكلم عليهم دلوقتي. رجعنا تاني للتي كافي، هو خلص اهوت بيبدا يظهر لك المناطق اللي فيها برضو نفس الكلام، وبيبدا يدي كلر كود. كلر كود زي ما احنا شايفين بيدي مثلا يقول لك والله اللون الوردي ده معناه ان الالاينمنت ما بينهم جود، اللون الاصفر ده افريج متوسط، واللون الاخضر بيبقى اقل شويه، ولما يوصل لغايه الازرق يبقى سيء يعني مش كويس. فده الكلر كودنج من الوردي للاصفر للاخضر للازرق. فانت بتشوف الالاينمنت بتاعك غير النجوم اللي موجوده، طبعا موجوده نفس النجمه الاسترس والكولم والسيمي والبيريود اللي هي النجمه والنقطتين والنقطه، ده موجود وكمان بيعمل الكلر كود. فالمنطقه اللي معموله بالورد دي انت عارف ان هذه المناطق كويسه، فهو مديك لون عشان يقول لك الالاينمنت في هذه المناطق كويس جدا. كل لما بتنزل بقى تلاقي اللون الازرق اللي هي زي المنطقه دي او المنطقه دي او المنطقه دي ان الالاينمنت فيها مش كويس، وانت بتبقى عارف ان كل المناطق اللي باللون الوردي يبقى الالاينمنت فيها افضل زي المناطق دي كده، وبيبقى فيها تشابه بشكل كويس زي ما احنا شايفين. فهو التي كافي ميزته ان مش بيعمل لك الاينمنت بس، وبيدي بس الكابيتالستيك ساينز اللي بيسموها كابيتالستيك ساينز اللي هي النجمه والبيريود وكده، وانما كمان بيديك كلر كود. كلر كود يعني كمان بيلون المناطق الافضل والى الأسوأ بدرجات لونيه مختلفه، زي ما قلنا الاحمر او الوردي بيبقى هو جود، الاصفر بيبقى الافريج متوسط، وبعدين الاخضر يبقى اقل شويه، ثم أسوأ حاجه هو الازرق.
دوت التي كافي، وزي ما احنا شايفين انه بياخد وقت شوية لكنه اكثر دقة شوية من البرنامجين اللي فيه. الكوبالت ده برنامج جديد عاملاه ال NCBI. يعني لو احنا خدنا بالنا ان الثلاث برامج اللي فاتوا وبرامج اخرى كثيرة موجودة على الـ EBI، الـ NCBI ما كانش عليها برامج الا قريبا، عملوا الكوبالت ده. والكوبالت ده كويس جدا في الالايمنت بتاع البروتين، وابتدوا يعدلوا شويه في الالجوريزم عشان يختلف شويه، لان هو الاكثر شيوعا زي ما قلنا الكلاستر الاوميجا اللي هو موجود على الـ EBI. لكن هو ابتدت الـ NCBI تنزل الكوبالت دوت كبديل ليها، واستعانوا بالرؤيه او الفيوينج عن طريق ما يسمى MSAV، المالتيبل سيكونس الاينمنت فيور اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يعني دلوقتي هعمل بتحط طبعا السيكونس بتاعك سواء اثنين او اكتر، يعني ممكن تعمل بي بير وايز الاينمنت على فكره، سواء اثنين او اكتر، وتروح دايس الاين، هيروح عامل الاينمنت ما بين هذه التتابعات. وهنبص نلاقي بعد شويه هيظهر لك هيظهر لك الاينمنت، وهيدي هيعمل صوره عشان تظهر الالاينمنت اللي هي الصوره اللي احنا شايفينها دي بالالوان، وبيوريك على المستوى الطول الكلي في المناطق فين المناطق الاكثر تشابها. يعني كل المربعات او المناطق اللي هي الاكثر تشابها هو عاملها على شكل اللي هي المناطق اللي احنا شايفينها دي، وبيوريك الاختلافات فين بالظبط. وممكن تغير في الالوان، يعني لو دوست على كلمه كلرنج هو هنا بيغير لك بس بيبين الكونزرفيشن. لو عايز تبين مثلا مناطق السيجنال سيكونس بتدوس على السيجنال بيغير لك الكلرنج بتاعها. لو عايز تبين مناطق الهيدروباسي برضو بتغير لك، يعني كل المناطق الهيدروباثي سكيل اهوت لو بندوسه هيغير شويه يوريك السكيل المناطق اللي فيها الهيدروباثي فين، الامينو اسيد وهكذا. وبالتالي انت ممكن تخليه يعمل شومنج لحسب ايه اللي انت عايز تبينه. لو استخدمت مثلا الكلر بتاع البلوسم 62 هيبقى هيستخدمه وهكذا. في كذا نوع من انواع التشابهات، طبعا انا ممكن اخليها على الكونزرفيشن دي عشان تبقى واضحه اكثر، بكذا نوع من انواع الكلر. طب انا عايز اخد الصوره دي واحطها في البيبر، الصوره اللي هي اللي ظاهره قدامي دي، وابين هي مبين لي المناطق بالارقام زي ما احنا شايفين. لو حبيت اكبر بدوس علامه الزائد اللي هنا، حبيت اصغر بدوس علامه الماينس الناحيه اليمين، حبيت ان اعمل داونلود للصوره دي بروح عامل من كلمه داونلود واختار الصوره اللي انا عايزها، سواء كانت هذه الصوره يا اول برينتر فريندلي بي دي اف او اس اي في. اس في جي لادي دي لو عايز انزلها كبي دي اف اقدر احطها كصوره جوه البحث بتاعي اللي هي الصوره اللي انا شايفها دي. ودي من ضمن الحاجات المميزه جدا في هذا البرنامج. يبقى دي برنامج الكوبالت، ده البرنامج الرابع اللي بعمل بيه مالتيبل سيكونس الاينمنت. طيب واحد يقول انا عايز اخش على برنامج اخر اعمل بيه مالتيبل سيكونس الاينمنت، بس عايز اكتشف المناطق فيه، يعني انا عايز اكتشف مناطق معينه داخل السيكونس. يعني انت هنا انت بتقول لي كلرنج، طب انا عايز اعمل كلرنج لمناطق معينه عشان اظهرها في البحث بتاعي. هقول لك افضل بقى حاجه موقع اسمه اليونيبروت، واليونيبروت ده من المواقع طبعا الاي بي اي اللي هو هنا ده موقع اسمه اليونيبروت. الموقع ده من موقع من يونايتد بروتين نولج بيز، او يعني ده قاعده بيانات ضخمه كده اسمه يونايتد بروتين نولج بيز او يونيبروت كي بي. وهو بيستخدم الكلاستر الاوميجا، فهو بيستخدم كلاستر الاوميجا كالاينمنت. لكن الميزه ان هذا البرنامج بيسهل لك البحث عن الانوتيشن والامينو اسيد بروبيرتي، واحنا خدناه قبل كده، لكن انا بعرضه كبرنامج من ضمن برامج المالتيبل سيكونس اللي احنا خدناه في البير وايز الاينمنت لما كنا بنعمل بير وايز الاينمنت. فلو حطيت السيكونس فيه وقلت له ران الاينمنت هيبدا يعمل راننج للالاينمنت، وزي ما قلت هو معتمد على سرعته وعلى الالجوريزم بتاعه وعلى الكلاس الاوميجا اللي هو الاكثر شيوعا، وكمان بيحط الانوتيشن، بيستخدم الانوتيشن ويبدا يظهر لك في النتيجه اللي طلعت عندك، فتقدر تستفيد منها وتشوف الاماكن اللي تقدر ان انت عايز تتعرف عليها. فهو ميزته ان لما زي ما انتم شايفين كده مطلع لك الالاينمنت ما بين التتابعات اللي انت استخدمتها اهي، وتقدر تضيف لو عايز تضيف واحد جديده تحت ممكن تضيف سيكونس جديد. يعني احنا ضفنا دلوقتي خمس تتابعات، لو عايز تضيف واحد سادس او واحد سابع او واحد
وهكذا، ممكن تضيف زي ما انت عايز، وبيبين لك الشجرة تحت كمان اهي التري، لو انت عايز التري نفسها بيرسمها لك. فهو بيعمل لك كل دوت. وناحية الشمال بقى هو ده المهم، اللي هو الهايلايت، بيديك حاجتين، حاجة اسمها الهايلايت زي ما احنا شايفين، وحاجة اسمها الامينو اسيد بروبرتي. لو انت بتدور على هايلايت معين، مثلا مناطق الموتيف، فين مناطق الموتيف هنا انا عايز اكتشفها، فبيشاور لك عليها، بيقول لك ادي مناطق الموتيف اهي. مثلا لو انت عايز تشيل مناطق الدومين فين، اهو بيقول لك المنطقه بتاعت الدومين اهو. وطبعا زي ما احنا شايفين الدومين موجود في البيج واضح تماما وفي الراد، لكن ما كانش موجود واضح في الاربيدوبسيس، فتقدر انت تعمل سبيكيوليشن ان المنطقه دي دومين الاربيدوبسيس، مش واضح في الهيومن ولا واضح في الشيكن. فبالتالي انت بمنتهى السهوله ممكن تروح جاي تقول والله المنطقه انا عايز، لو انا عايز اعرف الدومين اهو، دي المنطقه بتاعه الدومين اللي موجوده فيهم. هنا برضو لو انت حبيت تعرف اذا كان المنطقه دي فيها موتيف او لا، تقدر تشوف وهكذا. فالميزه في ايه؟ ان ممكن الانوتيشن بتاع واحد او المعلومات اللي موجوده في واحد ممكن تخليك تكتشف الحاجات دي في واحد تاني. يعني مثلا لو حبيت اشوف اماكن زي ما احنا شفنا كده اماكن الدومين فين، فزي ما انا شفت ان اماكن الدومين هو في السيكونس او التتابع اللي يبدا ب ال وبينتهي في، اللي هي المنطقه اللي موجود في الرات واضح وفي البيج واضح، لكن ما كانش موجوده في التتابعات التانيه زي الهيومن والماوس والتشيكن. فانت كده قدرت تعرف تكتشفها بشكل واضح. نفس الكلام لو خلينا هنا مثلا عملنا كلير هنا كده الدرون وشلت، حبيت مثلا اوضح مكان اخر زي ما هنشوف دلوقتي، اي عايز تبين مثلا الاماكن اللي فيها الدي ان اي بيمسك، اللي هي الدي ان اي بيمسك دي ان اي بايندنج دومين، اهي هتلاقي دي موجوده، اهي الدي ان اي بايندنج بتمسك في هذه الاماكن. فانت من التتابع اللي هو رقم 3 اللي هو موجود في الاربيدوبسيس قدرت تكتشف الدي ان اي بايندنج في بقيه التتابعات. هي مش موجود بس مش واضح الا في الاربيدوبسيس، لكن لانه الاردوس معمول له انوفيشن كويس في هذا الموضوع، فانت ممكن من ده تقدر تكتشف نفس الكلام في بقيه التتابعات الاخرى زي ما احنا شايفين. يعني من هنا تقدر تقول والله ان الحته دي كمان فيها دي ان اي بايننج اهي في التتابعات الثانيه، لان نفس التتابع، وهنا نفس الكلام، في هنا برضه نفس الكلام تقدر تاخدها في مناطق اخرى. فاللي اقصد اقوله ان انت ممكن الانوتيشن في احد التتابعات يخليك تشوف الانوتيشن في مناطق اخرى. الحاجه الثانيه اللي ممكن هو يعملها لك بشكل كويس غير الانوتيشن الامينو اسيد بروبرتي، يعني انت لو عايز تشوف مثلا فين المناطق البوزيتيف، كل احماض الاسيد امينو اسيد اللي فيها بوزيتيف تشارج، الامينو اسيد اللي فيها نيجاتيف تشارج يعملها لك بلون ثاني، يبقى انت كده اظهرت الاحماض الامينيه الموجبه والاحماض الامينيه السالبه. لو عايز تبين الاحماض الامينيه الهيدروفوبيك بيعملها لك بلون ثالث، يبقى عندك كده انت اظهرت كده خواص الاحماض الامينيه، الاحماض الامينيه اللي موجوده متشابهه خالص، سواء كده السالبه او الموجبه او الهيدروفوبيك، او حتى ممكن تقول للتشارج الامينو اسيد يديها لك بلون تاني. يبقى انت كده بتقول والله ان الاحماض الامينيه اللي موجوده، بس طبعا احنا الثلاثه دولت كافيين ان هم يظهروا ان هذه التتابعات فيها تشابه بالنسبه للخواص البروبرتيز بتاعت الامينو اسيد، الخواص الاحماض الامينيه، على الرغم ان في المناطق بعض المناطق فيها احماض امينيه مختلفه، ولكن الخواص بتاعتها متشابهه زي ما احنا شايفين. فدي دي من ضمن الحاجات يعني القويه في هذا البرنامج. هو برنامج بيعتمد على الكلاس الاوميجا عشان يعمل المالتيبل سيكونس الاينمنت، لكن زي ما قلنا انه في زياده، وبيعمل حاجه زياده ان هو بيزود لك الامينو اسيد انوتيشن والامينو اسيد بروبرتيز، يعني بيزود لك انوتيشن على التتابعات او على المالتيبل سيكونس الاينمنت، وكمان بيظهر لك البروبرتي. وبرده ما ننساش انه برده بيعمل شجره القرابه، وان انت ممكن تضيف اي سيكونس انت عايزه. يبقى كده كل البرامج تقريبا اللي احنا اتكلمنا عنها، من اول المصل او الكلاس الاوميجا او التي كافي او الكوبالت او اللي هو برنامج بتاع اليونيبروت، الكلاس الاوميجا اللي موجود على اليونيبروت، كلها تقدر تعمل الالاينمنت بشكل كويس جدا وبشكل محترف جدا، وتقدر انها ترسم لك شجره القرابه بشكل يعني مبدئي كويس، وتقدر تاخد هذه الريزلت وتحطها في
البحث بتاعك. كده دي تقريبا كل او اشهر المالتيبل سيكونس الاينرز، والكل الاينرز دي او كل هذه البرامج دي تستطيع انها زي ما قلت تعمل لك المالتيبل سيكونس بتاعك بشكل كويس. في منها اللي يقدر يعمل الدي ان اي والبروتين والار ان اي، وفي منها اللي بيعمل البروتين بس فقط بشكل احترافي افضل. لكن دي ملخص عام لهذه الطرق المختلفه. دلوقتي احنا قدامنا 10 دقائق، فلو حد عايز يرفع ايده. طيب بس قبل ما ننهي لازم اوضح حاجه مهمه جدا. ان شاء الله في المديول رقم 6 هتبداوا تتعرفوا على ازاي ممكن نستفيد من خواص دي كلها في البابليكيشن، يعني ازاي نحطها في البحث. يعني كلها دي بتعمل الاينمنت، لكن لغايه دلوقتي ما نقدرش الصوره اللي قدامنا دي ما اعرفش احطها في البحث بتاعي، ما اقدرش اعمل لها برنت سكرين تبقى الكواليتي بتاعتها وحشه. فاحنا نقدر نتعرف على الكلام ده باذن الله. طيب احنا عندنا دلوقتي 3 اسئله. دكتوره منار اتفضلي. معلش يا دكتور، انا بس عندي حاجات بسيطه. هو حضرتك الفايل المفروض ان انا اعمله ابلود هو المفروض بيبقى في صوره النوت باد؟ في النوت باد لا، هو بيبقى فورمات. تمام، الفاست فورمات بتاعه السيكونس اللي انا عايز اعمل ما بينها مالتيبل سيكونس الاينمنت بيبقى ورا بعض، بحيث ان انا لما احطهم هو بيقدر يتعرف على كل سيكونس من اول بدايته كفاست فورمات، صح؟ ايوه، هو انا هشيره لك اهو عشان تشوفيه اهو. ده الفايل هو انا شفته فعلا، بس انا اقصد انا ما اديله فايل كامل كده فيه كذا سيكونس بدايته اللي هي ده بدايه السيكونس كفاست فورمات، هو بيعرف يميز ان ده السيكونس الاولاني ده السيكونس الثاني وهكذا؟ طبعا بيعرف. وانت زي ما انت شايفه انا ممكن احطهم ممكن تحطهم بسافه اللي لها. هو اكبر من اول اكبر من دي معناها ده بدايه سيكونس جديد. دي سيكونس جديد بالظبط، فهو كده مفرق ما بينهم زي ما انت شايفه، وتقدر ان انت كده يعني واضح. لكن انت لو حطيتيها ابلود على طول هو بيروح متفرق اول ما دام بيبدا باكبر من، وبعدين السطر الاولاني في سطر معلومات، ثم بعد كده سيكونس لغايه النهايه، كده عارف ان هو ده فاست فورمات زي الشكل اللي انت شايفاه قدامك. معلش يا دكتور، بس هو حاجه ثانيه، هو الدوت حضرتك ما فسرتهاش، انا مش فاهمه الدوت اللي هي في البروتين سيكونس مالتي سيكونس الاينمنت دي معناها ايه؟ لو كولم، يعني لو نقطتين، لو تو دوتس يعني. انا عارفه كولا. كولا معناها فيها الهيدروباثي والسايز، يعني فيها تو كاركترستكس، اثنين من الكاركترستكس بتاعت سيميلر في اثنين منهم، الحجم والهيدروباثي او كراهيته او حب الماء، يعني الامينو اسيد الاولاني والامينو اسيد الثاني او متشابهين في السيميلر في الاثنين دول. اما النقطه البيريود معناها ان هو متشابه في واحده منهم، ممكن يكون متشابه مع الاحماض الامينيه كلها في الهيدروباثي بتاعه اذا كان كاره للميه ولو حب الميه، او في السايز بتاعه اذا كان صغير او كبير او كده، او التشارج بتاعته، يعني هي حاجه واحده بس متشابه فيها مع بقيه الاحماض الامينيه اللي موجوده. تمام، فعشان كده فهو سيميلر بت نوت ايدنتيكال. تمام انا فهمت. معلش يا دكتور، هو حضرتك يعني حضرتك ترجح الدي ان اي انهي احسن يكون افضل برنامج؟ وعلى كلام حضرتك البروتين افضل برنامج اللي هو اليوني بروت، تمام؟ لا اللي انا فهمته، لا اليوني بروت دي قاعده بيانات، انما البرنامج اللي موجود فيها اسمه الكلاستال اوم اللي شغال. تمام. هو اليوني بروت دي قاعده يعني بيانات. يعني معلش، يعني الكلاستال اوميجا هو ده يعتبر افضل حاجه للبروتين؟ لا، الكوبالت افضل منه في البروتين، لكن الكلاس اوميجا برنامج قوي ينفع مع الدي ان اي ومع الار ان اي ومع البروتين، ينفع مع الثلاثه. تمام، وتقدري تشتغلي على اليوني بروت برضه دي ان اي، ممكن يعني لو جبت لك سيكونس دي ان اي تقدري تشتغلي عليه دي ان اي، مفيش مشكله خالص. عشان هو بيستخدم الكلاستال اوميجا زي ما مش بس كده، كمان بيعمل بيضيف الانوتيشن على الحاجه، يعني انت دلوقتي لو اشتغلنا دي ان اي هيبدا يحط انوتيشن نيوكليك اسيد بروبرتيز على الـ على الـ على الـ على الـ الريزلت اللي طلعت، تقدر تعمل اكستراكشن او فورميشن جديده من المالتيبل سيكونس الاينمنت، يعني هو بيعمل لك الالاينمنت وبيحط ويقدر يحط تحط عليها انوتيشن او تحط عليها بروبرتيز، فدي الميزه بتاعته. شكرا لحضرتك. الله يخليك. السؤال الثاني يا جماعه، دكتور محمود مصطفى. السلام عليكم يا دكتور احمد. اتفضل يا حبيبي، ازيك؟ شكرا على المحاضره الجميله دي. هو بس كان في سؤال بس كنت عايز اساله حضرتك، هو بالنسبه للسيكونس الاينمنت ما باجي اعمله بيكون في نقط بس في التتابعات في السيكونس نفسه انا مش عارف التفسير بتاعها بيكون ايه، يعني حضرتك جبت التتابعات كده بيكون في نقط دي، هو دي تفسير ايه؟ ما بيكونش في اي حمض اميني خالص.
لا الجابس، انت قصدك على الجابس، المناطق اللي ما فيهاش احماض امينيه، صح؟ دي الجابس دي تفسيرها. ان في اطوال في حاجات فيها وحاجات ما فيهاش، فهم بيحطوا جابس عشان يظبطوا المناطق اللي زي بعض تحت بعض. يعني الجابس دي بنحطها زي ما احنا قلنا في المديول رقم 3، الجابس دي بيحطها عشان يظبط المناطق المتشابهه. فممكن يكون في سيكونس في مناطق زايده زايده مش موجوده في الباقي، فمضطر ان يحط في الباقي جابس، يعني جابس عشان خاطر يعمل توازن مظبوط. يعني فدي دي التفسير بتاعها، يعني هي عشان تظبط الالاينمنت. يعني خلينا نشوف كده مثال زي اللي قدامنا ده، شايفه كده قدامك؟ طب انت اللي شفت المنطقه دي، المنطقه اللي انا هعمل عليها احمر دي، هتلاقي في الارابيدوبسس، الارابيدوبسس في منطقه زياده اللي هي التتابعات دي، وبقيه التتابعات بقيه السيكونسز مش موجود ما فيها، فيهاش. ما فيهاش. فهو عشان يظبط يعمل الاينمنت لليمينها وعلى شمالها والعكس تحت، كان لازم يحط جابس فوق عشان يظبط الالاينمنت ده. ونفس الكلام طبعا بالنسبه للمناطق الاخرى. فدي ساعات بيحطوها عشان بس، يعني مثلا هو هنا اضطر انه يحط الجابس دي برضو هنا عشان خاطر تحت وفوق، عشان خاطر لان الارابيدوبسيس هنا في حاجات زياده ما كانتش موجوده في التتابعات الاخرى، اللي هو السيكونس اللي انت شايفه زياده ده، شايفه السطر اللي موجود ده اللي هو الخط الاحمر ده. فده مش موجود الا في الارابيدوبسيس، وده نبات. وبقيه التتابعات زي ما انت شايف، تشيكن وماوس وهيومن وبيج ورات، يعني حيوانات. في الدين الحيواني ما فيهوش الحته دي، انما في النبات في الحته دي، فاضطر ان هو يعمل جابس عشان يظبط الالاينمنت او التوازي. طب هل يا دكتور، هل يا دكتور وجود ده، وجود ده وعدم وجوده في الاخرين ممكن ياثر على وظيفه الجين ده نفسه ككل؟ لا، هو واضح كده ان الجين نفسه انه متشابه في الوظيفه، لانه ده هيت شوك ترانسكريبشن فاكتور. احنا بنشوف ايه الاماكن المتشابهه اللي خليته يحافظ على الوظيفه بتاعتها، وعشان نكتشف ليه الاماكن، ايه الاماكن المتشابهه اللي خليته يحافظ على الوظيفه بتاعتها، رحنا احنا عاملين ايه بقى، نختار ندور على المكان اللي مسؤول على الوظيفه اللي هو الموتيف. فروحت انا رايح ودايس على كلمه موتيف كده، فراح مكتشف المنطقه اللي فيها الموتيف فين، اللي هي ممكن تكون متشابهه بين الثلاثه. فعشان كده ده اللي انا بقول والله الوظيفه متشابهه، لان الموتيف ده واضح انه متشابه فيه. لكن انا لو انا منك دلوقتي بشتغل على ده، انا هشيل ارابيدوبس الاول، هشيله خالص من التتابع بتاعي، واختار ثلاثه بس، واللي هو مثلا ثلاثه تكون متشابهين زي مثلا الهيومن والماوس والرات مثلا، وهدور على الموتيف فين. بعد كده ممكن اضيف واحد رابع، بعد كده ممكن اضيف واحد خامس، بعد كده وهكذا. يعني الاول ابدا بعدد صغير عشان خاطر اكتشف المنطقه. يعني انت لو اكتشفت دلوقتي، بدات من الثلاثه اللي هم احنا عارفين ان هم متشابهين، يعني كلهم ماملز اللي هو الانسان والرات والبيج مثلا اللي هو الخنزير، دول ثلاثه ماملز، فهتبدا بيهم هتلاقي الموتيف مكان مختلف تماما، يعني الموتيف اللي موجود هتلاقيه مختلف، وانه اكتشفه بشكل دقيق جدا. وتقدر بعد كده تشوف طب اكتشف على اللي بعده وعلى اللي بعده وهكذا. يعني خليني كده اجربها لك قدامك. لو انا اخدت مثلا لو مسحت كده الارابيدوبسس خالص وخدت الثلاثه تانيين، هلاقي ان ده كده امسحه كده واخد كده الهيومن اهو والبيج ومثلا الرات اهم، دول ثلاثه دول مامز. وهنروح على البرنامج اهو وارجع تاني كده واجرب، هبص الاقي انه يكتشف لي منطقه الموتيف بشكل دقيق جدا. يعني انا هنمسح دول كده كلير، وهحط الثلاثه دولت، وبعدين اقول له ران اونلاين، هيكتشف لي منطقه الموتيف بشكل دقيق وبشكل هيبان. هقدر ان انا ممكن احط بعد كده واحده تانية عشان اشوف هل هيتغير النتيجه ولا لا. طبعا انت عارف تضيف واحده تانية ازاي، في بوكس تحت خالص هوريه لك دلوقتي، البوكس ده تقدر كل شويه تضيف واحد تاني وهكذا. ادي كده باين لي الثلاثه هم، صح؟ شفت هنا نسبه التشابه بقت قد ايه بقى؟ شوف النجوم هنا اكتر ولا مش اكتر؟ يعني تعالى هتلاقي النجوم هنا واضحه خالص، مظبوط كتير هنا، في تشابه كبير جدا جدا لانهم ثلاثه مامز. وطلع المنطقه بقى، تعالى اتفرج على المنطقه اللي هي تبدا بالاس اي ال ال دي ال اي اس بي، هتلاقي المنطقه دي اس دي واضحه بشكل كبير في الثلاثه. يعني هنا هتلاقيهم كلهم، لو احنا
بصينا هنلاقي موجود في التلاتة، في الهيومن وفي الأرابيدوبس، في الهيومن وفي البيج وفي الرات موجودين. تعال انزل بقى معايا تحت، لو حب هنا بقى تقدر تضيف بعد ما انت اكتشفت خلاص المنطقة دي هي المنطقة بتاعت الموتيف، كل شوية تضيف بقى واحد جديد عشان تشوف هل ده هيتغير ولا لا، وهتضيف اللي بعده وضيف اللي بعده عشان تشوف هل في الكائنات هتتغير هذا الموتيف ولا. بس واضح كده ان الموتيف ده متشابه في تركيبه تماما في التلاتة، ادي في الهيومن وادي في البيج وادي في الراد. نتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من المحاضرة دي بإذن الله، وفي المحاضرات القادمة يعني هنكمل بقى في الجال فيو ونكمل معاكم بإذن الله تعالى، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.